ذكرت قبل شوي انه مباراه مصر مستواها ليس مستوى مصر في اقرب شيء البطوله العربيه، حتى لو انا هيك عن مصر الفرق العربيه دي كلها كانت في البطوله العربيه، بس في مفرقه مستواها اقل من مستواها في البطوله العربيه. حتى الفرق الافريقيه الكبيره ذكرت قبل شوي السنغال وغانا والفرق دي، الفرق دي كلها عارض من المنتخبات الصغيره، لا المنتخبات الصغيره المره دي غارعه المنتخبات الكبيره. جدر القمر لو ما قدر اوقعها ضد الكاميرون انا افتكر كان حيقول له عشان عندك غامبيا الان اول مره تاهل، يعني عامل عمايل، عندك غينيا، عندك ملاوي، الدول دي كلها كان دول صغيره جدا في المستويات. الان منافسه للفرق تغارح الفرق الكبيره ومرهقه ارهاق شديد يعني. فانا افتكر مصر برد مصر مع سهل عدا فريق ما عنده حال، يعني ممكن تلقاهم في يوم تلقاه فوق في السماء تلقاه تحت. سهل عدا فريق ضعيف من الفرق الكبيره، هو معروف من الفرق المصنفه في افريقيا فرق كبيره. المباراه لسه بالسهل على مصر، مصر ذكرنا مستواها كان مع السودان ومع غيره مستوى ليس مستوى مصر اللي عدناه وعرفناه حتى مع نيجيريا. فنحن في النهايه نتمنى فوز المنتخب المصري المنتخب الشقيق العربي، لكن المباراه ليست سهله. ساحل العاج هو ممكن تصدر المجموعه الخامسه، فايز على قينيا للسيوي 1-0، متعادل مع سيراليون 2-2، ثم الفوز الكبير على الجزائر 3-1. لا هو ساحل العاج لو اخذت اخ طارق حتى مجموعته فرقها كان كلها منها. ما فرق الفرق اللي كان ممكن ينافسها اللي هو غانا صح؟ هو لا ما معه الجزائر عم. الجزائر كان فرقها ممكن ينافس، وكان الجزائر كان اول كان مصنف اول المجموعه. نعم الجزائر كان مصنف اول البطوله كلها، اول البطوله كلها. نعم. بس اخذنا المجموعات كان مصنف اول المجموعه. نعم. فمن حظه الكويس الجزائر في اسوء حالاتها، اما الفرقه الثانيه اللي معاه دي فرق مستوى اقل من غانا طبعا، اقل من ساحل العاج بكثير. تفضل يا مدرس.